ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الفرق ما بين القراية ديال شحال هذه مع ديال دابا. إلا بغيت تعرفوا الفرق أجيو معايا. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي بخير. الله يبارك فيكم ويطول لنا عمركم نعم أسيدي. قول لي الفرق ما بين القراية ديال شحال هذه مع ديال دابا. إوا إوا دايرة فرق كبير بحال قلتي واحد مع 100. راه الفرق كثير، عرفتي الناس كان ديك الساعة الإنسان والقراية وكان واحد عنده قريحة ديال القراية وكان التعليم حتى هو بشتى الطرق لا في العربية ولا في اللغات ولا في اللغة الفرنسية، عرفتي الأساتذة ديال الفرنسية كيفاش كانوا وكيفاش التصرف كيفاش مع الطالب ومع التلميذ مع كل شيء، ولا حتى الأساتذة اللي كانوا ديك الساعة اللغة العربية كانوا من الأردن كانوا من سوريا، الأستاذ كاع ماشي دري كيمشيو ليه والديه لاش دويتي لنا مع الدري لا ضربتي لا درتي ولو كيدير مسائل أخرى اللي تتزعل. شحال هذيك كنتي كتاكل العصا والتحمال وتاكل هذا وبخير في الجامعة كلينا العصا في المدرسة كلينا العصا جمعوا لنا الصبعان كلينا العصا ولكن داروك فلاقه ولكن بنادم عرف راسو بين الصالح وداك الشيء هذوك اللي كانوا كاع ديك الوقت وكنقراو دابا كلهم في مستويات ومستوى رفيعه وكاينين الانسان ديك الساعه اللي عنده البروفي ديال ديك الساعه احسن بحال ليسونس ديال دابا ولا كثر كاع غير البروفي ديال ديك الساعه الشيء ديال السيبه ما كان تهرس ديال النشيد هذيك النشيد اللي كنا كنقولوا مدرستي شنو هي؟ كان مدرستي حلوه وعاوتاني كاين بزاف المسائل اللي كان ديك الساعه تنديروها وكنبقاو مدرستي حلوه مدرستي حلوه فيها تربينا قولوا معانا ما بقاش هذا الشيء دابا دابا كنشوف تغير حتى الانسان حتى الاخلاق ديالو تغيرات ما بقى هو ولدي القرايه ديال شحال هادي كانوا الدراري باقيين ساجين وباقيين يعني والديهم حاضيين ومقابلينهم وما كانش المراه كتخدم والراجل كيخدم كان الراجل كيخدم اللي جاب ليها كتقنع به ياكل الا الوغ دابا لا دابا كلشي ولا متطلعات ولا باغي حوايج اخرين ولا هذا الدراري كتلقاه شاد بورطابل الدري باقي صغير وكتلقاه عنده بورطابل مثلا ايفون ولا بزاف ديال لي بورطابل انه الناس ما بقاوش مهتمين بولادهم يسمحوا لي زعماك في هذه الهضره والله ما بقاو مهتمين بولادهم حقاش الدري خصك تراعيه من الصغر حتى الكبر على الاقل حتى يفوت لهذو ليسونس وبالنسبه للنيفو ديال القرايه ديال اللي قريتو فيها نتومايا النيفو ديال القرايه اللي قرينا فيها حنا كان الاستاذ باقي شويه هذا كيشرح لنا مزيان كان نفهمو مزيان الا ما كانش ديك القضيه تاع ويلي ويلي لا رجعي لا علاش هضرتي لا علاش ما كنتش كنا ما كنحشموش كوننا اننا ما عرفناش كان الاستاذ عنده النيه كان الاستاذ عنده النيه اكزاكتومون كان الاستاذ عنده النيه بزاف وكيبغي يعطي كيبغي يعطي دابا الله اعلم انا واحد المراه كبرت ما بديتش عارفه ما نكذبش عليك المعلمين ديال دابا المعلمين ديال دابا ما نقدرش نقول لك ما نقدرش لانه ما انا ما بقاوش عندي الدراري صغار ولادي كلهم كبروا دابا هو ان دابا حنا كنعيشوا بواحد العصر العولمه وعصر التكنولوجيا يعني الانسان غير كينقل من كياخذ كيفاش يكابتي في الدماغ ديالو غير كينقل ماشي بحال حنا قرينا بلونكر دو شين قرينا بان ستيلو تبارك الله وصل عنبيل انا دابا كنطرح مع الناس ربما واش ماتوا ولا باقي بالحياه وتاليتي ديال الفرونسي اللي تعلمت منها بزاف الحوايج وتعلمت فيها لا فاسون كيفاش تتكلم مع الناس وكيفاش تمشى في الطريق ديالك وكيفاش تعيش الحياه ديالك يعني بعض المرات كاع عاودوا مقولتي انا تعطيني اوردونونس نقدر نقرا لك اوردونونس نقدر نكتب لك دابا واحد الكلمه مثلا كنا كنقراو لك تقلب على شي مراديف ولا هادي كتقلب الديكسيونير كتدخل واحد الحاجه كابتيا يعني كتنقلها بدماغك بالستيلو ماشي بحال دابا دابا حاليا دابا ولاو ينقلوا من بعضياتهم دابا من بعضياتهم والاغلبيه كينغش ولات الشرطه تابعه لهذا الشيء ديال القرايه والانسان من الافضل من الافضل من الافضل اللي كيقرا راه كيقرا راه قرايه نعم استاذ عمر المعلم عطاك العقوبه من طبيعه الحال كان المعلم كيراقبنا حتى خارج الدراسه كان كيراقبنا ربما من هذا المنبر كنوجه واحد التحيه للاستاذ ديال العربيه ديالي درس مقبره استاذ فتاحي كان واحد المره تلاقى بيا بالحد في لابلاج والغد لي الاثنين كان عندك شي ديال الاساليب كيعطي واحد الكلمه وكتكمل من راسك ديالك جيتني بقيت انا بكثرة الخلعه بقيت كنتمتم وهادي قال لي فوالا دخلني للطاويله خشى لي رجلي بين القماطر وكان كيدير الفلق علاش ماشي على انني ما حضرتش الاساليب ولا انني فين ضيعت ديك الحد ديالي الكم ولكن الكيف ما كاينش كثرت الكتوبه كثرت الادوات بدون نتيجه
والدليل هاي والدليل ها هو قدامنا دابا. حتى في النسبه لل التلاميذ ديالنا مثلا ملي كينجحوا ملي كنمشيو للجامعات وداك الشيء كيكون مستوى ناقص. كيكون مستوى ناقص او مثلا كيدوز واحد العام ولا عامين كيمشي يدير. وبالنسبه للعقوبات اللي كانت شحال هذه مثلا كتب ليا مثلا العقوبه 1000 خطره على 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 ذكر هذه القضيه ديال العقوبه. كانوا الناس كانوا كيظنوا بان راه الاستاذ راه كيعطيه عقوبه انه بغى. لا العقوبه اول حاجه عندها دور لان كيقول لك التكرار اساس المهارات. بمعنى هذاك التكرار كيخلي الدري اول حاجه كيتعلم الخط، ثانيا كيدخل لسميتو في العقل الباطن ديالو شي كلمات وكيبقى باش يخدم بهم باش كيكون انشاءات وكيدير كل شيء. ثالث حاجه اللي كانت هو كان واحد القضيه مهمه علاش قلنا هذيك الساعه كان الكيف. الا لاحظتي حتى في الناس في الصيف او في العطل وداك الشيء كانوا الناس كانوا كيمشيو يشراو دوك القصص لا بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا هذه. علاش؟ باش ينمي الجانب العلمي والثقافي ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذي بخير الحمد لله. قول لي الفرق ما بين القرايه ديال شحال هذه اللي قريتي انت مع ديال دابا. المناهج التعليميه فهمتيني اختلفت. كان الخصص عند الدوله المغربيه في المتعلمين من بعد الاستقلال ديال المغرب. الدوله المغربيه استثمرت في التعليم ودخلت اساتذه من المشرق العربي. يجب اعاده الاستثمار في المدرسه المغربيه وبالخصوص في الابتدائي، حيث الابتدائي هو لاباز، هو الساس، هو الرجلين على توقف التلميذ. مني تيكون اقصاء في المدرسه ومني تيكون الغياب المستمر ديال بعض الاساتذه سمحهم الله، وكاينه شي حاجه اللي هي المبالغ فيها. يجب اعاده الاستثمار في التعليم في المغرب. التعليم الابتدائي، التعليم الاعدادي، التعليم الثانوي هو النواه ديال المجتمع ديال غدا. حاليا عندنا مستوى رديء، مستوى ضعيف في التعليم، لدرجه تلقاو طالب مستوى ثانوي لا يجيد الحديث باللغه العربيه وجمله باللغه العربيه ما يكتبهاش.